الليلة أتكلم عن دورنا نحن ومسؤوليتنا تجاه التغيير. بعد سنة وثلاثة شهور من انطلاق ثورتنا المجيدة، بداية بنترحم على كل من دفع ثمن الحرية، ثمن المساحات اللي نحن بنتمتع بها الليلة من دمه عشان نحن نكون موجودين. أول حاجة عندي ثلاثة أسئلة بتمنى إنه نحن نجاوب عليها. شهر ثلاثة الفات كنت شايف السودان كيف؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، شهر ثلاثة الجاي نفسك تشوف السودان كيف؟ فوق. السؤال الأهم من السؤالين ديل، من هنا لحد شهر ثلاثة الجاي انت حتعمل شنو؟ انت حتعمل شنو عشان تشوف السودان في الحتة اللي انت تخيلتها قبل شوية؟ التغيير مسؤولية جماعية. التغيير ما بيعمله لينا زول، ولا بيجينا من فوق، ولا بيقوم عنه بيقوم عننا به زول تاني. التغيير بنقوم به نحن كلنا فردا فرد. أهم الحاجات الممكن تساعدنا إنه نحن نمشي في اتجاه التغيير التنظيم. ولما نتكلم هنا عن التنظيم، نحن بنتكلم عن مجموعات من الأشخاص بتتنظم في أشكال بأهداف متشابهة. أنواع التنظيم اللي بقت فاعلة وبقينا شايفينها، لجان المقاومة، والتحية للجان المقاومة، والتنظيمات المهنية، والروابط واتحادات الطلاب، وتنظيمات المجتمع المدني اللي هي قاعد تخلق لنا أهداف بنتنظم عشان نحن نصل لها. بيبقى من أهم آليات التغيير إنه نحن نخش في أشكال منظمة تساعدنا في إنه نحن نمشي في التحول الديمقراطي اللي هو ده الهدف من الفترة الانتقالية. الرؤية اللي نحن خدتيناها لنفسنا كلنا وتوافقنا عليها هي حرية، سلام وعدالة، اللي هي الثلاثة مطالب الأساسية وركائز ثورتنا. بيبقى نحن نتنظم في أشكال التنظيم المختلفة، والفوائد اللي بنجنيها من التنظيم من تشبيك ومن أشكال مختلفة بتخلينا إنه نحن نتقارب ونتوافق ونتبادل خبراتنا عشان نصل لأهدافنا ونصل للرؤية اللي احنا خدتيناها، الحرية والسلام والعدالة. فكرة إنه الفترة الانتقالية ما تكون قصيرة، لأنه نحن محتاجين إنه نحن نتشبك، ومحتاجين إنه نحن نتبادل الخبرات، ومحتاجين إنه نحن نعيد بناء تنظيماتنا ونحول طاقاتنا اللي احنا اكتشفناها مع بعض لطاقات بتاعة بناء. دورنا إنه نحن نحول طاقاتنا دي لطاقات بتاعة بناء نتقدم بيها ونمشي بيها لقدام. ختاما بحيي المرأة السودانية في عشية يوم المرأة العالمي 8 مارس ونضالاتها وصوت الواضح والظاهر في التغيير وفي التحول خلال الفترة بتاعت الثورة دي ومن 89. وبختم وبقول هيا يا شباب، هيا للأمام، سوداننا قد مل الملام، حرية كاملة هي المرام، حذار أن وطنك يضام، جهل وفقر وانقسام، فلنتحد ويجب نعيد لوطننا أمجاد الكرام. شكرا جزيلا.